السلام عليكم. الدرس هذا بيكون عن I have و has، متى نستعمل ال have ومتى نستعمل ال has. في البداية بيكون هنا في انشودة يكون نهايتها حروف، ونجمع هذه الحروف لتكوين كلمة، زي هنا bicycle، وهنا الحروف هذه لتكوين كلمة computer. استعمل have، زي هنا عندنا have يجي مع I، we، they، you. I have يعني أنا، we have نحن، they هم، they have، you have أنت أو أنتم، والhas تجي مع she وhe وit. زي موجود هنا عندنا في الإنشودة I have، you have، he has، she has، you have، we have، نميزها. وهنا يقول تطبيق، تجيبي لك كلمة ووزعي حروفها، مثلا تختارين كلمة، مثلا تختاري لك كلمة pencil، تختاري لك كلمة airplane، تحطين airplane، توزعين حروفها في نهاية الجملة. هنا عندنا عند كان، عن كان وكانت، كان أستطيع، كانت لا أستطيع. هي نفسها كان كانت، هي نفسها كانت، بس شلوا عند الاختصار، نشيل الأو تصير فاصلة، كانت هي نفسها كانت، تجي مع النفي. زي هنا الحروف مبعثرة، هتقول هل أستطيع أنا أطلع لي كلمة مثلا، تقول can we write hat مثلا، can we، الرد يكون no we cannot، شوفوا no تجي مع النت. التمرين نفسها بس بنختار مثلا كلمة، قلنا زي pencil، نوزع حروف هنا pencil، نعيد العبارات نفسها هنا، نعيدها مرة ثانية زي كذا، نكتب هنا نفسها، مثلا نختار احنا كلمة pencil، I have a، احط p، you have an e، نغير بس هذه الحروف، n نحط هنا n، نحذف هذا نحط n، يعني تكتبين he has n بعدها c، she has c، ونرتبها ونكتبها هنا. آخر شيء يكون كذا to write pencil، تكتبين هنا pencil. هذه على كان وكانت، زي هنا مثلا جايب لنا كلمات نبحث عنها بال، هنا يكون الحروف مبعثرة، زي نختار كلمة old، نشطب على O L D ونشوف الكلمة اللي وراها ونشطب عليها، وهكذا. هنا عندنا can you read English words، هل ممكن انك تتكلمي تقرين كلمات انجليزية؟ Yes I can. Can you walk to school? No I cannot. شوفي هنا حطيناها زي ما هي، ما اختصرناها. Can you play basketball? No I cannot. شوفي هنا حطينا اختصار not. شوفوا no تجي مع not، لازم هذا عليها درجة ترى. Can you draw؟ هل ممكن ترسم؟ Yes I can. Can you cook؟ ممكن تطبخ؟ Yes I can، أستطيع.